مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة نفردها للحديث عن محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم حرب. محاكمة اليوم للمتهم موفق دال في محكمة برلين الإقليمية. المتهم سيواجه تهمة للرد عليها، وسيكون المحامي أنور البني أول شاهد تستدعيه المحكمة النيابية العامة. النيابة العامة اتهمت موفق بسبع تهم بالقتل وثلاث تهم بمحاولة قتل وثلاث قضايا إيذاء جسدي جسيم. يقول الاتهام إن المدعى عليه قام في 23 من أذار عام 2014 بإطلاق قذيفة RPG على حشد من المدنيين في ساحة الريجة بدمشق، حيث كان مدنيون من حي اليرموك ينتظرون توزيع طرود غذائية من قبل أونروا، ما أسفر عن قتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل عمره ستة أعوام. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى برلين لمتابعة تفاصيل هذه المحاكمة مع مراسلنا من هناك عبد الرزاق إصبح. مرحبا بك عبد الرزاق. أنا لا أسمع صوت. عبد الرزاق، هل ما تزال المحاكمة مستمرة؟ نعم إبراهيم، نحن الآن أمام المحكمة الإقليمية في العاصمة الألمانية برلين. اليوم كان أولى جلسات الاستماع لمحاكمة علنية للمتهم موفق دال، وتم توجيه عدة تهم في الواقع للمتهم، وتم الاستماع للمحامي الادعاء حيث تم توجيه سبع تهم للمتهم موفق دال، وهي ثلاث تهم للقتل وأيضا ثلاث تهم للشروع بالقتل وأيضا تهم تتعلق في تعذيبات جسدية لسوريين، وكان ذلك في مخيم اليرموك في العام 2014 من شهر نيسان. وفي الواقع اليوم قدم محامو الادعاء، تم تلاوة الادعاءات بحق المتهم، واستمع القضاة إلى شرح كامل عن التهم الموجهة لموفق دال، وهو كان سابقا مع حركة فلسطين الحرة ومتهم بإطلاق قذيفة، وهذه القذيفة تسببت بمقتل سبعة مدنيين بالإضافة إلى جرح ثلاثة آخرين. نعم إبراهيم. عبد الرزاق، هل رشح إليكم تفاصيل أكثر عن الاتهامات، وأيضا هل الردود أيضا من المتهم لا سيما أنه سيرد عليها كان؟ إبراهيم، اليوم كان هناك محاميان وهم توكلوا في الدفاع عن المتهم موفق دال، وتم فقط تلاوة بيانات كاملة عن المتهم، عن مواليده، مكان سكنه، وأيضا عن عمله، دون أن يرد إلى على أي التهم التي تم توجيهها إليه. نعم إبراهيم. المحاميان يتم توكيلهما، هل هما سوريان أم ألمان عبد الرزاق؟ ألمان إبراهيم. المحاميان الذين تم توكيلهما لصالح المدعى عليهم من الجنسية الألمانية. نعم وأيضا كان ذو الضحايا عبد الرزاق، هل حضروا هذه المحاكمة؟ في الواقع كان شهود اليوم، حضر بعض الشهود، ولكن لم يتم الاستماع إلى أي من الشهود خلال الجلسات، فقط كان تلاوة للتهم الموجهة بحق المتهم موفق دال، ولكن لم يتم الرد عليها، فقط كان عبارة عن إعطاء بيانات عن المتهم ومواليده وسكنه وأسرته وعن العام الذي قدم فيه إلى ألمانيا. كان المحامي السيد أنور البني كان سيدلي بشهادته ربما، وكان ستستدعيه المحكمة، هل لديك تفاصيل؟ في الواقع الأستاذ أنور البني موجود معنا الآن، يمكن أن نستضيف الأستاذ أنور البني. تفضل عبد الرزاق. نعم تفضل. مرحبا بك السيد أنور، معنا على حلب اليوم لتغطية هذا الموضوع بالتحديد. نعم أهلا وسهلا فيك أستاذ أنور. اليوم كان أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهم موفق دال. أنتم جمعتم الملفات والبيانات وفي المركز السوري للدراسات والأبحاث، وحضرتك رئيس المركز، فضل احكي لنا كيفية الحصول على المعلومات وعن جلسة اليوم وماذا جرى فيه.
يعني نحن بمركزنا اساسا عمله هو موضوع ملاحقه المجرمين، وبالتالي الضحايا هن اللي بيقصدونا، نحن ما بنحدد متهم وبنلاحقه. وقت بيجي لعنا الضحايا وهن بيقدموا شهادات انه في احد المتهمين او احد الاشخاص اللي ارتكب بحقهم جريمه حرب او جريمه ضد الانسانيه، وقتها نحن مبادر ونكمل البحث عن أدلة أخرى، عن شهود، عن فيديوهات، عن صور، وعن منوثق كل الشهادات للضحايا أو للشهود اللي شافوا الجريمة. وبعد ما يكتمل عنا عناصر الملف كله ممكن نحن نرسله للمدعي العام يلي هو بيقرر يبدأ تحقيق رسمي ويرجع يسمع الشهود ويتأكد من مصداقية الأدلة والفيديوهات والصور. وقت بيتأكد من كل معلومات والشهادات هو بيلقي القبض على المتهم وبيصدر قرار اتهام بحقه وبيحوله المحكمة. وهي الملف اليوم اللي موجود اول يوم قدام المحكمة. نحن من اكثر من سنتين بدأنا بجمع الملف، ان كان الاستماع للشهادات وان كان جمع ادلة اخرى اضافية، وسنتين ونص تقريبا او ثلاث سنين بدأ العمل فيه. والآن اليوم هو أنا بعتبره ما انتصار، إنه بعتبره انتصار للضحايا اللي هن شعروا إنه هن قادرين يوصلوا لجزء من حقهم. طبعاً مو كل حقهم، بس جزء من حقهم إنه المجرم اللي ارتكب الجريمة بحقهم هو أصبح خلف القضبان. وهي مسألة كثير مهمة. طبعاً عندهم حقوق أخرى الضحايا، التعويض، عندهم حقوق يرجعوا على بيوتهم، على أماكنهم. نحن بنقول هذا جزء بسيط من تعويض الضحايا، وهو رسالة للمجرمين كلهم انه ما بقى في وقت للإفراط من العقاب. يعني عندما الضحايا بتقرر انه بدها حقها لازم توصل لحل. نعم استاذ، خلال تواجدنا في الجلسة لم نسمع من المتهم اي رد، ما هو تعليقك عن هذا الموضوع؟ يعني واضح انه رد الدفاع كان رد ضعيف جدا، وكان عم يحاول يستجر عطف المحكمة أو يبين قديش موكله هو زلمة بيحتاج رعاية أو إنه مغلوب على أمره. وهو مع إنه ما نكر التهمة توجهت له، أشار إنه ممكن تكون هي رد فعل على قتل ابن أخوه أو موت ابن أخوه بمعارك بمخيم اليرموك. كانت إشارة بسيطة منه كنوع من ما بنعرف قديش بده يبني عليها الدفاع بالمستقبل، سياسته أو استراتيجيته، لكن واضح أنه استراتيجية الدفاع هي ضعيفة. حتى الآن ما عنده شيء يرد على التهم أو ينفي التهمة عن وقته. نعم، بالنسبة للشهود أستاذ أنور، هل حضر شهود اليوم؟ حضروا ضحايا، الشهود ما بيقدروا يحضروا. أنا شاهد بكرة ما أقدر تفوت يومي لأنه ممنوع على الشهود يحضروا قبل ما تصير الجلسة تبعهم. لكن الضحايا من حقهم، الشهود الضحايا المدعين يعني من حقه يحضر، المدعي من حقه يحضر ويكون موجود. حضروا بعض الضحايا وحضر بعض الشهود خارج المحكمة، ما كانوا ضمن المحكمة. بالنسبة للجلسة القادمة متى تم تحديدها؟ بكرة في جلسة أنا بتكون شاهد فيها، وفي كل ثلاثة أو أربعة جلسات حتى ما حكت محكمة أنه حتى 10 أكتوبر راح يكون آخر جلسات، 10 نوفمبر 10/20 ثاني راح تكون آخر جلسات لسماع الشهود والضحايا. ممكن بعدها يجي شهود خبراء، وبعدها ممكن يكون المدعين عندهم كلمة بده يلقوها، أو شهود الدفاع إذا عنده شهود دفاع، وبعدين الدفاع، وبعدين ممكن يصدر الحكم. أتوقع أنه ما تأخذ وقت طويل للمحكمة. نعم، نحن متشكرك كثير أستاذ أنور، شكرا لك. يلا السلام. نعم إبراهيم. تفضل عبد الرزاق، أسمعك. أسمعك عبد الرزاق. جيدا، أعود إليك بسؤال جديد عن المتهم. وبالطبع الشكر موصول للسيد أنور البني على هذه المداخلة معنا، لكن يعني عبد الرزاق، المتهم متى وصل إلى ألمانيا وحتى بدأ التحرك ضده؟ إبراهيم، المتهم وصل قبل عامين من الآن، تم اعتقاله في الشهر الرابع من العام 2021،
والمتهم جاء مع عائلته ومواليده 1967. في الواقع أثناء تواجدي داخل المحكمة سمعت بأن المتهم قال بأنه كان يعمل مع الجبهة الوطنية لتحرير فلسطين، في الواقع اعترف ولكن لم يعترف بالقتل حتى هذه اللحظة، فقط كان يسرد بياناته ومعلومات عنه. قال أنه كان مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وحاليا قبل مجيئه إلى ألمانيا كان مع حركة فلسطين الحرة، وكان هو قال تم تكليفه من قبل نظام الأسد بالمسؤولية عن مخيم اليرموك الذي كان يسكن فيه. وفي الواقع هناك تهم وجهت إليه بأن هذا المخيم في العام 2014 عندما كان مسؤول تم حرمان هذا المخيم من الطعام ومن الشراب وأيضا من المعدات الطبية. نعم إبراهيم. بالنسبة للأدلة عبد الرزاق، هل تم عرض شيء منها أثناء المحاكمة؟ إبراهيم اليوم كان فقط استماع للادعاء العام، كان الشهود موجودون بصفة ضيوف، لم يتم حديث أي من الضيوف داخل المحكمة. ربما في الجلسات القادمة سوف نسمع للشهود وهم يدون بشهادتهم. إبراهيم أريد أن أذكر هنا، هناك صور، هناك فيديوهات، هناك ملفات وبيانات بحوزة الادعاء، وسيتم تقديمها تباعا للمحكمة. أشكرك عبد الرزاق الصبيح، وبالتأكيد سنتابع معك مجريات الأمور لديك من برلين. مراسلنا عبد الرزاق الصبيح، شكرا جزيلا لك. أرحب بالسيد عبد الناصر حوشان، عضو في هيئة القانونيين السوريين، يحدثنا من تركيا. مرحبا بك سيد عبد الناصر، ربما سمعت ما تحدث به السيد أنور البني وما تحدث عنه مراسلنا عبد الرزاق الصبيح. حتى اللحظة محاكمة فردية، ما أهمية هذه المحاكمات في إدانة النظام بالعموم؟ أولا أكمل شجاعة الضحايا الذين قاموا بهذا العمل وتجرأوا على ملاحقة هؤلاء المجرمين، كما أكمل جهود الناشطين وجهود الأستاذ أنور البني وفريق عمله على جهوده في هذا المسار. طبعا هذا المسار هو المسار اليوم المتبقي من امام السوريين لملاحقه مجرمين حرب، مجرمين ضد الانسانيه الذين ارتكبوا جرائم في سوريا، الذين ظنوا ان لجوءهم الى اوروبا او الى دول اللجوء انهم يعني سيتمكنوا من الافلات من العقاب. وبالتالي يعني تاتي اهميه هذه المحاكمه بانها الباب الوحيد أمام الضحايا الموجودين في الدول الأوروبية التي تأخذ بمبدأ الولاية العالمية الإصلاحية العالمية لملاحقة مجرمين الحرب ومجرمين ضد الإنسانية، بأنها السبيل أمامهم لمنع الإفلات من العقاب وملاحقة المجرمين. طبعا يعني هذا المسار هو يعني أحد المسارات الاستثنائية أمام السوريين، لأن هناك الأصل اللي هو المسار القضاء الوطني أو القانون الوطني، وبالتالي اليوم في ظل وجود نظام أو بقاء نظام لا يمكن تفعيله، بما لأن النظام الأصل عمل على إصدار تشريعات ونصوص قانونية تؤمن الحصانة لهؤلاء المجرمين الملاحقة، ومثل ما شفنا بموضوع كل عسكري أو كل شبيح يجب يعني إصدار أمر لزوم محاكمة أو أمر تحقيق استنطاقي من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لإحالته أمام القضاء العسكري. وبالتالي لا يمكن القول اليوم أن هناك مسار قضائي وطني لملاحقة المجرمين. المسار الآخر اللي تم بشكل عام السيد عبد الناصر، كيف يمكن تحويل جرائم الحرب في سوريا من قصف المدن وتدميرها بالأسلحة العشوائية إلى غرف المحاكمات كما يجري في الحالات الفردية الحالية؟ للأسف الشديد أنه الصلاحيات عن المسار الوطني الأوروبي المحاكم الوطني يعني هي تختص بمحاكمة الأفراد وليس محاكمة لا نظام ولا الحكومات، لأن
المسار الأصلي للأعداء الدوليين هو المحكمة الجنائية الدولية، وهذا المسار معطل بسبب الفيتو الروسي وعدم توقيع النظام السوري على اتفاقية روما لإنشاء هذه المحكمة، وبالتالي تبقى هذا المسار في إطار المحاكمات الفردية، كونه المسار يعني فقط يختص بهذا الموضوع أو بهذا الأفراد يعني. أما محاكمة الحكومة السورية كحكومة كدولة يتم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولي. على مستوى الأفراد، هل يستطيع الفرد أن يدعي على فرد آخر ورفع دعوة لدى محكمة العدل؟ لا، أمام محكمة العدل في دول في محكمة بين دول أو بين حكومات دول، أما الأفراد أمامهم فقط المحاكم الوطنية في مرحلة سابقة أو لاحقة إذا تم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية يمكن الادعاء أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الآن لا يمكن لأي فرد أن يمارس حق الادعاء أمام محكمة العدل الدولية. أشكرك السيد عبد الناصر حوشان، عضو في هيئة القانونيين السوريين، حدثتنا من تركيا على كل هذه التفاصيل، وشكر موصول لكم سادة المشاهدين على متابعتنا لهذه التغطية الخاصة التي فتحنا فيها نافذة من برلين من أمام محكمة العدل لتغطية المحاكمة التي تجري الآن بحق موفق دال. شكرا لكم، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.